بي مستمر عمرو الحلواني والعرضية عرضيات عمرو الحلواني حدث ولا حرج عن السبيشاليست المتخصص عمرو الحلواني على الكرة ثاني. ادي عمرو يسدد عمرو ولكن سهلة عند الحارس عمر رمضان لكن خارج الملعب ضربة مرمى لمصلحة نادي الرجاء. قدم اليسرى اللاعب عمرو الحلواني ويلعب داخل منطقة الجزاء ويطلع عمر رضوان ممكن بمرتدة خاطفة يستطيع نادي الرجاء أن يسجل 90 هتكون النتيجة لصالح مين. هنشوف هنا الكرة الأمامية عرضية كانت موجودة من علي العربي اللي لسه تصبح الأمور مواتية لفريق الرجاء إن هو يعني يضرب ضربته في نهاية المباراة. أدي هنا العرضية موجودة لكن الرأسية أيضا موجودة وتسديدة حلوة يا ولد يا ولد يا لعيب محمد باسيوني يسدد تسديدة أو حمدي فتحي تسديدة ممتازة من خارج منطقة الجزاء لكن معاها عمر رضوان اللي أمامنا أفضل عنصر من عناصر نادي الرجاء هو حارس المرمى عمر رضوان. أدي تسديدة صاروخية يا ولد يا لعيب كان هيبقى أجمل أهداف دي وعمر الحلواني عمر الحلواني لاعب هو اللي سدد عمر الحلواني يا ولد رايح يلعب الضربة الركنية ولسه تعتبر الضربة الركنية أيضا.